بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في عندنا جزئية هنتكلم عنها وهي خاصة بمشكلة الحذف في برنامج. هنشوف الأول إيه هي الفورمة اللي معانا دي، الفورمة اللي احنا المشكلة موجودة عندنا دلوقتي هي في البطن بتاع الديليت. طب ندخل في البطن للديليت ونشوف إيه الكود الموجود فيه. طبعا احنا عايزين هنا نعمل ديليت. انا احب اي حاجه اشتغل عليها لازم اعمل تراي وكاتش عشان لو في عندي مشكله اقدر اكاتش المشكله دي. اول حاجه، تاني حاجه، هنا انا هعمل ديليت لل ديليت فروم سيلز وير ان الدي نمبر ايكوال كذا. طيب اول حاجه، انا عندي دول ما لهمش لازمه عندي لان انا بدلت. الدي بقول ديليت فروم تيبل نيم وير ان الاي دي ايكوال كذا. طبعا هنا ده كده مش هعتبره انا اي دي، يبقى انا هنا لازم اعمل التكست للديز دوت التكست. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، انا هعمل هنا جمله، هقول هنا ديم اس كيو ال از. مش عيب ان انا اخلي الفانكشن بتاعتي بقسمها على مراحل. الكونكشن هنا فتحته واكسكيوشن كويري هنا، يبقى انا هعمل هنا سي ام دي هيساوي نيو او ال دي بي دي الكوماند، هديله جمله الاس كيو ال وهديله الايه الكونكشن بتاعي. تمام، طب نشوف كده لو في عندنا اي مشكله هبان. انا عندي هنا الريكورد رقم واحد، اقول له ديليت دلت دل 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 الداتا بتاعتي كده كلها دلتها. نقفل، ادي الفايل بتاعي، هل الفايل ده فاضي؟ فاضي مفيش داتا، يبقى انا كده شغل مظبوط. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.